قولا واحدا، الإيمان بنظرية داروين كفر؟ يعني أنا في رأيي العلم ما بيرتبطش بالدين، يعني إيه؟ في شواهد بنقدر نفسرها، إنما العلم متغير، الدين ثابت. يعني حضرتك شايف إن الإيمان بداروين أو عدمه ملوش علاقة بالتدين؟ لا، أنا يعني داروين عالم يحترم كلامه، وأنا أثق تماما لو كان هذا الرجل موجود وغيره من اللي بيفكروا صح، لأنه كان بيفكر صح، وهو ذات نفسه قال كلام منطقي وعقلاني أكتر من اللي هم بقى أشاعوا النظرية ناحية الإلحاد وناحية إن ما فيش إله وناحية كذا. هو ذات نفسه قال كلام عقلاني. أعتقد إنه لو كان موجود ولو كان علاقته بمندل في هذا الوقت وبغيره، ووصل النهاردة للتطور اللي احنا شفناه في البي سي آر والجينوم البشري، تقريبا انتهت التشابه كبير، احنا بنشتغل 99 وكسر، يعني بتشتغل في واحد من اللي هي من المية مية. ده أعتقد إنه كان أول واحد قال لا، النظرية بتاعتي خطأ، وكان هيعترف بكده. كل علماء العالم مقتنعين بنظرية داروين؟ اللي بيشتغلوا في الفرع ده هو، يعني زي بتوع الأحياء، زي بتوع الجيولوجي، زي بتوع دكتور رفعت رئيس قسم البيوتكنولوجي في علوم القاهرة كان ضيفنا في الحلقة، وضد نظرية داروين، شايف إن هي لأ، هي ثبت عدم صحتها على الإطلاق. في إيه؟ إيه أدلته عدم صحتها؟ ما هو ده الإشكال. فهنا كان عندنا واحد هو بيقول إن داروين هو نفسه قال إن هو مش لاقي البينيات اللي بين المخلوقات دي، وإن لغاية النهاردة ما ظهرتش. لا، اللي إحنا بنقولها إيه؟ ما موجودة، ينزل يبص إسترار وفيتيكات ما موجودة.